في ناس مهددين. بس دكتوره بتنسولك وليت كنحس بالكلاوي كيضروني شي شويه. غادي ديري التحليله ديالهم عند باستشاره الطبيب باش بعدا خص ضروري تفهمي واحد الحاجه. المريض بدا السكري خصو مره في العام يكون كيمشي عند الطبيب المختص في داء الكلي، مره في العام يكون كيمشي عند الطبيب ديال العينين، مره في العام يكون كيمشي عند الطبيب ديال القلب. هادشي الا ما كانوا حتى شي مشاكل، اما الا كان شي مشاكل في عضو من هاد الاعضاء فالزياره عند الطبيب كتكون قرب من هادشي. اما مره في العام ولا بد خص تحليله ديال العينين ديال القلب وديال الكلي. نذكر على اننا اليوم كنركزوا بالاساس على نظام التغذيه وكيفاش يكون نظام التغذيه هو المفتاح هو السر ديال تعايش سليم مع مرض السكري. هذا السؤال مهم. قالت لك الانسان ما كيقدرش يوقف راسه، هو عارف راه مريض ولكن راه ما يقدرش يحرم راسه من داكشي اللي غيضره. دابا بالنسبه لفاطمه كاينه هي وراجلها ما تدخلش المغريات بزاف للبيت ديالها باش ما تكونش واخا ما تدخلش للدار، هي خرجات بشكل عام لكاع الناس اللي كيتصنتوا لينا. انسان عنده السكر عارف راسو ما خصوش ياكل الحلاوه وما قادرش يحبس راسو، شنو خاصو يدير؟ على الاقل يحرقها. تا ولا وقع في واحد الظرف انه خدا الحلاوه غادي يمشي نديري شي صباط اللي هو مزيان نمشي وحرقيه، خصك ولا بد تحرقيه. عرفي راسك بانه طالع وشربي الماء، تشربي الماء كثير باش تقدري شويه تعاوني راسك على داك السكر اللي شحال خصهم يشربوا الماء على حساب شنو خدا، ولكن على الاقل واحد يطرون ونص ورا ما خداو داك السكر السريع باش داكشي كيخوي الجسم باش كنصفيو الجسم من داك السكر اللي تناولناه. حنا مازال غادي نرجعوا نعطيو نظام حميه ياك ديال يوم مثالي. خليك معنا في الانصات انت وزوج ديالك لا فاطمه وكل الناس طبعا اللي بحالكم ما كيقدروش يحرموا نفوسهم من السكر السريع. وهذه راها تربيه، يعني بحال كيولي انسان تيدير رياضه لراسو. خصنا عزيمه واراده وخصنا نفهموا اش كنديروا ونحاولوا نتفاداو. معنا الان حياه من دار البيضاء. صباح النور حياه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك معنا. كيف دايره الدكتوره سينا؟ الله يسلمك حياه. لاباس عليكم. اول شيء كنبغي نشكر كاع المشرفين على اذاعه اصوات، الله يجازيهم بخير لهما ولا الناس اللي كيستضفوا لنا كاملين. مرحبا بك دائما على راديو اصوات يا حياه، مرحبا. الله يبارك فيك دكتوره اختي. كنبغي نسولك على الزوج ديالي، انا راه متبعه النصائح ديالك وانا تغلبت، انا كان طالع لي السكر بشي غرامات 1.44 وتغلبت عليها وطيحت الوزن، كان عندي 95 كيلو. طيحت 20 كيلو. برافو عليك ما شاء الله. انا فرحانه بزاف ولكن متبعه النصائح مزيان، وفي حال كيفما قلتوا دابا الا مشيت حتى كنت شي غفله وكليت شويه في حاجه كنحرق الرياضه يوميا. ما شاء الله عليك حياه. وكنشرب الماء بزاف. المهم انا متبعه النصائح ديال الدكتوره. اول شيء عندي الخبز ديالي فيه غير القمح والخميره بلديه والشعير، وكندخل فيه المهم داك الشيء مزيان خميره بلديه، وكناخذ داك الربيع في الصباح، ربيع مع الغداء، في العشيه تناخذ شويه الديسير. المهم انا متبعه داك الشيء اللي كتقول الدكتوره مزيان. الحمد لله. لقيتي عليه راحتك حياه؟ نعم دكتوره. واش لقيتي عليه راحتك حياه؟ بزاف بزاف الحوايج كانوا كيضروني، الجهاز الهضمي ديالي ما كنتش كنعس به، انا مرتاحه بزاف، كانت حشاك فيا الباسر مشاو ليا بزاف الحوايج بزاف الحوايج. واللي شافني كيقول لي وليتي راشقه وليتي كتبان صغيره. ايوا تبارك الله عليك، هنيئا بزاف والله فرحانه بالحق. انا خلعني الزوج ديالي لان السكر ديما طالع ليه بزاف 3 الغرامات، وعنده الخزان ب 11، دابا عاد 20 يوم ثاني باش مشى عند الطبيبه ودار تحليلات وعطاته شي دواء، عنده 3 الانواع ديال الفانيد ما بغاتش تعطيه الانسولين. ومهم انا تنحاول معاه، انا بزاف الحوايج ما تندخلهمش للدار باش هو ما يترامش ليهم ياكلهم. انا تنعتمد على الخضره بزاف وتنعتمد على بزاف الحوايج باش المهم باش هو من فهمتي، انا كنتغلب على راسي ولكن هو لا، انا بحال غير واحد الكيك كانوا دوزو درتو ديال الماردارين صداق زوين ودرتو غير الوليدات وكلا منه، بقى حتى كلا منه. بالتخبيه ياك واخا فيه واخا. وما نكذبش عليك خلاني بزاف، وعنده لا دياغي بزاف كيدوز بالدم حاشاك في ديك لا دياغي دكتوره سناء بزاف،
وعنده العوينات ضارينو والله الا دكتوره مخلوع عليه بزاف. اذا وصل هو العواقب ديال داء السكري وهذا الشيء طبيعي. ملي غتكون الهيموغلوبين يعني الخزان ملي غادي يكون واصل ل 11 معناتها ان كاين بزاف ديال الاثار على الذات. خاصو يستوعب بانه كل شيء كاين في الماكله. الحل ديالو الى ما قادش الماكله ديالو الى ما فهمش بانه راه عنده واحد المرض اللي خصو اللي مانعو من بزاف الحوايج مع الاسف، ولكن خصو يتقبلها. باش يتقبلها خص حصص ديال التوعيه. يعني الطبيبه ديالك ما يمكن لهاش تكتفي بمجرد وصفه وتعطيها لك وتقول لك سيري خدي هذا الدواء. الدواء كان بوحدو فيه الحل كره الحمد لله الناس اللي مرض داء السكري راهم لاباس عليهم، لان كاين دوايات كاين بزاف ديال الانواع ديال الدواء ديال مرض السكري، ولكن الدواء بوحدو ما كافيش. الطبله اللي كنحطو قدامنا راه هي السر في داء السكري باش كنقدروا نتغلبوا عليه. انت فهمتي الحمد لله بان راه الدواء ديالك كاين في الخضروات، برافو عليك انك استوعبتي هذا الشيء، ولكن هو خصو يفهمه. باش غادي يفهمه بوحدك راه ما كافيش، خص ضروري يشوف مع الطبيبه ديالك ديالو دير له حصص ديال التوعيه. راه من غير هذا الشيء ما غاديش يقدر او لا يتسنط بحال هذه البرامج اللي الحمد لله كاينين وكيوعيو الناس كيفسروا لهم شنو المشكل. بوحدك ما غاديش تقدري. مثلا هاد الكيكه انت وجدتيها للدراري، معلوم الدراري ما غاديش تقدري تحرميهم. الدراري غادي ساعه ساعه توجدي لهم شي حاجه ما يمكنش تحرميهم، ولكن هو خصو يفهم بانه هاد الشيء ما يقدرش يديرو، ولو الا دارو خصو يضربها بجريه من بعد ويشرب الماء كافي. واش هو كيدير شويه ديال الرياضه كيتحرك ولا والو؟ ما تيتحرك، عنده الخدمه ديالو فيها كيتمشى بزاف، ولكن باش يدير الرياضه معايا لا ما كيبغيش. كيتمشى كيتحرك بزاف، يمكن كيتحرك بالسياره. اما هاد الدياغي راه تكون ناتجه على الدواء. الدواء ديال داء السكري كيقدر يدير داك الدياغي. واخا سؤال باش نتطوروا ربما في الحديث ديالنا، واش اذا الانسان المريض كتولي عنده واحد النفسيه عكسيه، يعني هو ان عكسنا خصو يدير ضد ديال داك الشيء اللي خصو يدير. قبل سمعنا فاطمه هي والزوج ديالها عارفين انه مراد غيمشيو ياكلوا الحاجه اللي غادي تضرهم وممنوعه عليهم. واش الممنوع مرغوب؟ هادشي اللي غنقول لك، الممنوع مرغوب. كيفاش اذا شنو خاص الاطباء يتعاملوا، ولا شنو خاص اليوم تفكير فيه انتم كاطباء مختصين؟ واش خاص التعامل مع النفسيه ديال الانسان المريض بداء السكري بشكل مختلف؟ واش العلاقه ديالنا حنا الثقافه المغربيه بحال الا كيفاش نقولها ربما هكا، الانسان كل ما خدم كل ما شقى كل ما تعب كتكون الخير ديالو في ديك الرزق ديالو في ديك الطعام ديالو اللي خصو ياكل، الخير ديالو يعني خصو يدخل للدار ياكل الشهيوات، انه غادي يولي كيحرم نفسه من هذا الشيء بحال الا شي حاجه كتنقص له. واش اذا كيفاش نعوضوا المكافاه الاحساس بالمكافاه؟ تكلمنا على هذا الشيء ديك النهار انه كنوليو كنكافئوا وليداتنا باش نفرحوا بهم غنشريو لهم الحلاوه، باش غادي نكبروا بهم غنشريو لهم الحلاوه، قريتي يا ولدي مزيان اجي نشري لك الشكلاط، درتي شي حاجه مزيانه غنشري لك الحلوه. فكيفاش نغيروا من هذا الشيء؟ كيفاش نوعوا به ونغيروا منه؟ كيفاش التعويض يكون في امور اخرى؟ نقدر ندير خير في راسي ونجمع داك الفلوس اللي غادي نشري بهم مثلا السقاطه او غنصوب بهم السقاطه ندير بهم حوايج اخرين اللي هي مفيده ليا. نقدر نشري بهم سبرديله اللي غنتمشى بها، نقدر نشري بهم لبسه ديال الرياضه اللي غادي نستعملها ونقدر نخدم بها. نقدر الا كانوا فلوس كثيره كتستنفد في هاد العمليه نقدر نجمعهم ونسافر بهم ونكتشف مثلا شي بلد ونقول هاد الشيء انا حرمت راسي من الاكل. ولكن ماشي هذه هي المتعه الوحيده اللي كاينه في الحياه، كاين متع كثيره في الحياه نتعودوا عليهم. بالنسبه للمراه مثلا نشري كريمه ونغذي بها البشره ديالي، في عوض ما غادي نمشي للباتيسري وغادي ناخذ حلوه. بزاف المسائل نقدر تكون فيهم متعه شخصيه بلا ما تكون حلاوه. احنا مازال مواصلين معكم، غادي نعطيكم الحميه ديال النظام او نظام حميه ديال اليوم مثالي. عندنا مكالمه اخيره لانه موضوعنا طبعا غادي نختموه ونساليو في النصائح. عندنا مكالمه اخيره توريا اللي معنا من ناظور، دكتوره سناء اللي عندها الابن الاخت ولا الاخ ديالها اعتقد اللي عنده داء السكري، العمر ديالو 8 سنين. صباح النور اخت توريا. صباح الخير اخت سناء وصباح الخير دكتوره سناء. صباح النور وشكرا على هذا. بارك الله. المهم
باش نختصر في السؤال بهذا الوقت، عندي ولد اختي مريض بالكلاوي، دابا كنقولها لكم يعني راه باقي فيا، وعنده بالسكر ربي يستغفر الله، عنده السكر وعنده غير كلوه وحده، المشكله انه عنده غير كلوه وحده وكتنفخ له، وغير هاد لا سيمين دغري غير هاد المره اللي دازت داروا له التحاليل ديال 3 شهور لقاو عنده 10 يعني طالع، وكل ما تعبر له كتلقى 3 4 3 4، وبعض المرات كتمشي بالليل ملي كينعس كتمشي بالليل غير كترقب عليه كتلقاه كيعرقان يعني سخفان وعرقان، وكياكل بتدفع عليها الكاطو كيقول علاش انا مدون الدراري ما كناكلش الكاطو، علاش كديري لخوتي عيد ميلاد ما كناكلش الكاطو تاع عيد ميلاد، يعني شايفه واحد يعني واحد المشاكل ما تصوريش. انا هذه المره غير هذا واحد دو سيمين ولا مشات لعند الوالده لقى التمر في الثلاجه، كلا التمر يعني حتى قوه الشوك ديال التمر اللي كان فيه كلا التمر انه حتى طلع له السكر، حتى ما عرفتش واش تدير. نعم مشكله، المشكله اللي احنا حايرين فيها هي عنده غير كلوه وحده. نعم وما كانوش عارفين بان عنده كلوه وحده، بان بقى يوجعوا جنبه بالبرد وكل شيء بقى يقول عندي الحريق عندي الحريق، من دوز عليه الطبيب قال لهم اودي راه عنده غير كلوه وحده، راه من الخلق عنده غير كلوه وحده. دكتوره سناء سوريا انا كنشكرك لانه الشهاده ديالك معبره ومؤثره، سلمي على الاخت ديالك وقول لها خصها تبقى صابره، خصها واحد الصبر ديال ايوب، لانه راه بحالها كاينين بزاف ديال الامهات، الكثير من الامهات اللي كيعيشوا نفس الوضعيه، واللي فعلا تيخصهم يكونوا شديدات ويكونوا صبورات باش يوصلوا هاد الامانه ويدوزوا حتى يكبروا هاد الوليدات ويديروا عقلهم. دكتوره سناء نصائحك اليوم راها بالذهب، لانه كيفاش ام خصها تعامل مع الطفل، والطفل اللي اغراءات هو مع خوته في دار وحده، خوته غياكلوا وما غيحرموش من بزاف د الحوايج، وهو ما يمكنش ياكل داكشي العادي. دكتوره سناء سوريا صباح الخير. ماشي الا بقى فيها هاد الوليد وبقات فيها هاد الام، لانني ام وحسيت بها والدوخه ديالها وكيفاش غادي تقدر تتساير معها، ما عليها الا الصبر كيف قالت سناء، وخص هاد الوليد خصو يفهم وهو في سن اللي يقدر يفهم، الا تفسرت له الامور ماشي بعنف، ما يمكن لهاش تغوت عليه ولا تضربه حيت مشاكل الحلاوه، لانه غادي تورث فيه الامر العكسي، وغادي يولي كياكل بالتخبيه، كياكل بواحد اللهفه، كياكل بكميه كثيره. بالعكس شنو غادي نديرو مع هذا الوليد؟ انه نخدمه بالمكافئات. التحليله كدار على 3 شهور، الا لقيتها وليدي تحليله من 11 مثلا اللي هي كاينه اليوم، الا لقيتها وصلت ل 9 فتح المره الجايه غنشري لك الحاجه الفلانفلانيه، شي حاجه لعبه اللي هو مشتاقها وباغيها، او شي خرجه مثلا للسينما او شي او شي ملها اللي هو باغي يلعب فيه، تخدم معاه بالسيستم ديال المكافئات، لان ما عندهاش حل اخر. شنو الدور ديال الاخوه في هذه الحاله؟ كيفاش خص الاسره كامله تتضامن وتساهم؟ ما يمكنلكش تحملي هذا العبء الاطفال الاخرين، ما يمكنلكش تحمليهم عبء ديال التوعيه ديال خوهم، لانهم هما براسهم اطفال، هما براسهم ما فاهمينش شنو هو السكري وشنو هي كلوه وشنو هي كلوه ولا جوج كلاوي، ما عارفينش وما ما فاهمينش هادشي. ولكن هاد الطفل خصنا ناخذو بيديه نفهموه شنو هما الحوايج اللي غيهبطوا ليه داك الخزان، ونقول له الا هبطتي الخزان غنشري لك الحاجه الفلانيه، لان هو طفل كيتمشى غير بالمكافئات، ما عندهاش بتاتا حل اخر الا هكا، لانه التوعيه. ودائما نفسر ليه، ولا كان بالامكان الى عندكم في انترنت ندخل، الى كان بالامكان ونشوف الاطفال الاخرين ونشوف كيفاش، ولا بد غتلقاي دي فوروم اللي فيهم امهات اخرين، منتديات فيهم شهادات وتجارب اللي غادي يعاونوك باش تتجاوزي هذه المرحله، لانه بوحدك ما يمكنش. الطبيب اللي انت عنده خصو غيكون ولا بدا كيتصنتلو الطفل ديالك، وخصو يعطيه وقت، لان هذا الطفل ما فاهمش وما قابلش، اكثر من انه ما فاهمش، يقدر يكون فاهم ولكن ما قابلش، رافض رفض جذري، مادام انه كيمشي ويحل الثلاجه وينزل على 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 طبسيل ديال التمر بحال عمليه انتقام، حبستوني من هذا الشيء وانا غادي نمشي نبالغ فيه، في من كتصح في صحيحته
وكتصح في ديك الميمه اللي كتشوف الصحه ديال وليدها كتدهور. هنا انا كيف قلت لك الحل الوحيد هو هذا، وحاجه اخرى الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه. حاجه بسيطه هكا وليدي كره يلا سير تلعب بها، هكا وليدي بشكليط على قد المستطاع وسير لعب بها، تروتينات اللي قديت الحيله احسن من العار. ما نقولوش اجي غندخلك لصال الرياضه وغدا تعرق وما عرف شنو، غادي ندير معاه شي حوايج بسيطه اللي كيبغيوها الاطفال واللي نحببها ليه بلا ما يفهم بانه راه عاوتاني على ود المرض ديالو.